جد رجلها اللي ما بيرحمش علي العوض. شكلها اتجننت. محدش فهم بدري يرجعها. خليه دخل عليكم. ايه؟ طب انتوا رنت؟ ارحم عني. بيقول لك غاليه في الموقف وداخل علينا. غاليه؟ عايزه ايه دي؟ يبقى جات لقضاها. يا عم قضاها ايه بقى؟ ما تبقاش غشيم. امال انا اعمل ايه يعني يا معلم؟ هنفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا؟ اكيد عايزه حاجه. حاجه ايه دي اللي هتعوزها برضو يا بابا؟ مش فاهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتوا رنت. اقعدي يا غاليه. تشكر. خير. خير ان شاء الله. انت كبير الموقف وانا عايز انزل اشتغل على عربيه ابويا. وانت هتشتغل ازاي وسط السواقين يعني؟ وماله؟ ما تنزل وتبقى في حمانة. ادي يا ابني عندك في الدفتر عربيه المعلم حنفي واديها دور. دور ايه بس يا بابا؟ الله، انت مالك انت؟ رخصتك ساريه يا غاليه؟ ايوه ساريه. علام، خد غاليه واديها دور في الموقف. خط محور مشير. تعالي. بالاذن يا معلم. نورت يا غاليه يا بنت الغاليين. تشكر. علاء الحلال، انا ما فاهم انت بتعمل فينا ليه كده؟ بتقلل مننا قدام الحريم ليه بس يابا؟ يوه بلاش غشم بقى يا عابد، ما تبقاش زي اخوك. هي كلها فتوانه وفرد صدر. انت عايز الناس تاكل وشنا ويقولوا اننا حطينا على واحده ست بتاكل عيش؟ البنت عايزه قرشين عشان تسطر نفسها بيهم وتعالج ابوها. ما تشغل دماغك بقى. انا اقعد اعلم فيكوا لحد امتى؟ هو انت قلت محور ايه؟ محور مشير. احلى نسون لعم بدر، واحلى شاي تقيله رد على الفيل لوسط عبد الله بالرجوله وجدعانه. سيبها على الله هتفرج. قلت لك هتفرج يا عبد الله. انا ليا حد حبيبي زيك كده، قصدته في التاكسي بتاعه اداني المفتاح. يلا اتكل على الله، خد المفتاح واطلع شوف اكل عيشك. والموقف؟ الموقف يا عم بدر. ما تسيبك من ام الموقف يا عبد الله، مش هتدخل الموقف خلاص. معلم عباس وعياله ورجالته استولوا على الموقف، ولو دخلته مالكش حل معاهم. حق الرئيس حنفي وحق عادل الله يرحمه. خلاص الحكومه بتحقق في الموضوع لغايه دلوقتي، وهتوصل لنتيجه ان شاء الله. ما انتش قدهم يا عبد الله، كبر دماغك بقى. قوم ومتكل على الله، خد التاكسي وشوف اكل عيشك. دنيا غداره، خليت الكلب يقضي في الاسد. سمسرة تتعدل ان شاء الله. يلا قوم. انا هقوم اسحب نفسي عشان ما طقش. خد يا ابيض، يلا اتكل على الله. طريق السلامه وربنا معاك ان شاء الله. الف سلامه يا غالي.